Unit 2 Period 3 الوحدة الثانية الدرس الثالث. قبل ما نفوت في حل تمارين أسئلة الكتاب اللي هو في الدرس هذا، إن شاء الله سوف نتعلم على اللي هو السؤال عن الأشخاص ماذا يفعلون في المكان اللي هم فيه. خلينا ننتقل ونشوف الأكتيفيتيز اللي ممكن إحنا نفعلها واللي هو في المكان اللي إحنا موجودين فيه. لو أنا سألت What are you doing؟ ماذا أنت تفعل؟ ممكن أنا أفعل أقوم بأي اللي هو حدا بأي شيء من هذه اللي هو النشاطات. على سبيل المثال اللي هو watching TV، اللي هو watching TV أشاهد التلفاز. أيضا اللي هو cooking، اللي هو أطبخ cooking أطبخ. أيضا sleeping أنام sleeping. reading a newspaper أقرأ جريدة زي ما احنا شايفين في الصورة. ممكن إن أيضا ممكن أن أقوم بأي شيء بفعل من هذه الأفعال هو playing with toys ألعب بالألعاب زي ما احنا شايفين إن هو يويوز وإن هو ألعاب عندها وإذا إن هو playing with toys ألعب بالألعاب. أيضا ممكن having a shower هو أستحم having a shower. إحنا تعلمنا اللي هو في الدرس السابق أن نسأل عن اللي هو المكان اللي موجود فيه الشخص. تعلمنا اللي هو where is dad أين الأب، هاي عندي في الصورة أين الأب هيز. تعلمنا انه كيف نتجاوب على هذا السؤال، ناخذ اللي هو داد ضمير يعود عليها هي ب هي واذكر اللي هي الاسئله اللي موجوده عندي هيز ان ذا باث روم هو في الحمام. لو انا بدي اسال واتس هي دوينج ماذا هو يفعل، ماذا هو يفعل واتس هي دوينج. لو انا بدي اتعلم كيف اجاوب على هذا السؤال بدنا نشط ماذا أفعل، ماذا هو يفعل، بدي أنظر ماذا هو يفعل having shower. بس كيف بدي أصيغ هذا الجواب إجابة كاملة؟ عندي هنا بدي أشطب what وأستغل الكلمتين اللي هي الاس و اللي هي هي بدي أعكسهم بدها تصير he's having a shower he's having a shower هو يأخذ حمام أو اللي هو يستحم. لما ننسى اللي هو في الإجابة بنبدأ السؤال بنبدأ الجواب بحرف كبير وبننهي الجملة ب full stop نقطة. أيضا كمان مرة نسأل where is mom أين الأم، أين الأم She's in the kitchen هي في المطبخ. نسأل what's she doing ماذا هي تفعل، ماذا تفعل في المطبخ she's. تعال ناخد هاي عندي she's نعكس هذول الكلمتين اللي موجودين عندي هنا she's cooking هي تطبخ she's cooking. إذن بدي أسأل عن البنت ماذا، عن البنت أو المؤنث سواء كانت بنت أو امرأة أو شخص اللي هو مؤنث كبنت كبيرة شخص كبير مؤنث بدي أسأل what's she doing. لكن إن سألت عن الرجل أو عن الولد بدي أسأل أقول what's he doing. أنا أنتقل أيضا عندي كمان سؤال بدي أسأل where is he أين هو. he's in his bedroom هو في غرفته، هو في غرفته. ماذا هو يفعل في غرفته what's he doing he's sleeping هو نائم he's sleeping. إذا تعلمنا كيف نسأل عن السؤال، نسأل اللي هو عن الشخص اللي هو في الدرس السابق where is he
أو where is she، أو أذكر الاسم اللي موجود عندي هنا where is dad، where is mom، where is أمال. بجاوب على هذا السؤال بضمير يعود عليه، إذا كان مؤنث she's، إذا كان مذكر he's، وإن the، وأذكر المكان اللي موجود فيه. أيضا نسأل، لو بدنا بدي أسأل اللي هو ماذا هو يفعل، what's he doing، what's he doing، ماذا هو يفعل في المكان اللي هو فيه، وأجاوب عليها بأذكر he's، وأذكر الفعل، وأذكر الشغلة أو النشاط اللي هو بمارسه في الغرفة اللي هو she's sleeping، أضيف لها ing sleep، وأضيف لها ing هو نائم، أضيف لها ing he's sleeping. لو أنا بدي أسأل عن نفسي اللي هو بدي أقول اللي هو what are you doing، what are you doing، what are you doing. عندي هنا بدي أسأل عن نفسي بدي أقول what are، بسألني هو ماذا أنت تفعل، ممكن أنا أجاوب عليه وأقول اللي هو you بدها تصير I'm، you بدها تصير I'm، you عندي هنا you بدها تصير عندي you I'm I'm، وأذكر اللي هي وأذكر الفعل اللي أنا بقوم فيه، عندي you عندي are you بدها تصير I'm I'm، وأذكر الفعل اللي أنا أقوم فيه، على سبيل المثال I'm watching TV، watching watching TV. وأضع في نهاية الجملة نقطة، زي ما حكينا الإجابة بدي أبداها بكابيتال لتر وأنهيها بفول ستوب. خلينا ننتقل لحل أسئلة الكتاب اللي هو activity 1، read listen and write، اقرأ استمع وأكتب صح أو خطأ. نقرأ الأسئلة اللي موجودة عندي هنا، where is mom؟ She is in the garden. What's she doing? She's reading a newspaper. هي ماذا هي تفعل؟ هي تقرأ جريدة، تقرأ الجريدة. عندي هنا الاكتيفيتيز picture 1، reading a newspaper هو يقرأ جريدة. 2، having a shower يستحم. 3، cooking تطبخ. 4، sleeping ينام. 5، playing with toys اللعب بي اللي هي الألعاب. Number 6، watching TV مشاهدة التلفاز. نقرأ الجمل الموجودة عندي هنا اللي هو Number 1، mom's in the garden، she's reading a book. Number 2، dad's having a shower in the bathroom. Number 3، grandmother is playing with toys in the kitchen. Number 4, grandfather is sleeping in his bedroom. Number 5, Amal's cooking in her bedroom. Number 6, Hala's watching TV in the living room. الآن خلينا ننتقل نستمع إلى مجموعة من الجمل اللي هي هذه الجمل الموجودة عندي هنا. بدنا نستمع إلى الجملة، بدنا نسأل أين الشخص وفي أي هو وماذا يفعل. إذا كانت الجملة صحيحة بدي أضع إجابة، بدي أضع إشارة صح، وإذا كانت خاطئة بدي أضع إشارة خطأ. زي ما أنتم شايفين إنه الإجابة الأولى اللي هو محلولة عندي عشان حتى يفهم الطالب ماذا المطلوب منه في السؤال. خلينا ننتقل ونستمع للجمل اللي موجودة عندي. Track 15. 1. Where's Mum? She's in the garden. What's she doing? She's reading a newspaper. 2.
خلينا نشوف الجملة الأولى اللي هي Is mom in the garden? Yes, mom's in the garden. Is mom reading a book? No, mom reading a newspaper. إذن الإجابة خاطئة، بدي أضع عليها إجابة بدي أضع عليها إشارة خطأ، إجابة خاطئة. ننتقل للجملة الثانية. She's reading a newspaper. Two. Dad's in the bathroom. He's having a shower. Three. Number two. Is dad in the bath? No, number two. اللي هو dad's having a shower in the bathroom. الأب يستحم في الحمام. إذن استمعنا للجملة. Is dad in the bathroom? Yes, dad in the bathroom. الأب في الحمام. Is he having a shower? هل هو يستحم؟ إذن yes. إذن الإجابة صحيحة. Dad's having a shower in the bathroom. هو في يستحم في الحمام. إذن number two إجابة صحيحة. بدنا نضع عليها إشارة صح. إشارة صح. ننتقل ل هو sentence three. الجملة الثالثة. Grandmother is playing with toys in the kitchen. خلينا نستمع للجملة الثالثة. Grandmother's in the kitchen. She's cooking. Four. Grandmother is in the kitchen. Grandmother is in the kitchen. Is grandmother in the kitchen? Yes. Is he playing with toys? هي تلعب بالألعاب. No. هي لا تلعب بالألعاب. She is cooking. إذن number three إجابة خاطئة. Grandmother is cooking in the kitchen. الجدة اللي هي تطبخ في المطبخ. Number four خلينا نقرأ. Number four grandfather is sleeping. Grandfather is sleeping. ينام اللي هو ينام in his bedroom في غرفته. خلينا نستمع للجملة الرابعة الجملة الرابعة اللي موجودة عندي هنا. She's cooking. Four. Grandfather's in the bedroom. He's sleeping. Grandfather. Five. Grandfather is in his bedroom. And is grandfather in his bedroom? Yes. Is he sleeping? Yes. هو نائم في غرفته. Isn't four. Grandfather is sleeping in his bedroom. إجابة صحيحة. Number five نستمع ل اللي هي number Grandfather's in the bedroom. Five. A
Jamal's in her bedroom. She's playing with toys. Number 5. Is Amal in her bedroom? Yes. Is Amal cooking? No. Amal playing with toys. Amal تلعب بالألعاب. Amal cooking in her bedroom is an إجابة خاطئة. Amal تطبخ في غرفتها. إجابة خاطئة is an Amal's playing with toys in her bedroom. In her bedroom إجابة اللي هي تصحيح هذه الجملة. Amal's playing with toys in her bedroom. نستمع إلى الجملة السادسة. 6. Where are you, Hala? I'm in the living room. What are you doing? I'm watching TV. And Hala, Hala's watching TV in the living room. Is Hala in the living room? Yes. Hala in the living room. Hala في غرفة المعيشة. Is she watching TV? Yes. هي تشاهد التلفاز. إذن Hala's watching TV in the living room. إجابة صحيحة. خلينا ننتقل لأكتيفيتي 2. هو listen and say. سوف نستمع إلى مجموعة من الأسئلة حول اللي هو المعلومات اللي موجودة عندي في activity 1 عن الأشخاص اللي موجودين عندي هنا اللي هم الأم والأب وهالة أمال grandfather and grandmother اللي هو المكان اللي هم موجودين فيه وماذا يفعلون في المكان اللي موجودين فيه. خلينا نستمع إلى الأسئلة اللي موجودة عندي. Track 16. Where's mum? Where is mum? أين الأم؟ أين الأم؟ She's in the garden. She's in the gardens. What's she doing? ماذا هي تفعل؟ She's reading a newspaper. هي تقرأ الجريدة. Where's dad? أين الأب؟ He's in the bathroom. هو في الحمام. What's he doing? ماذا هو يفعل؟ ماذا هو يفعل؟ He's having a shower. هو يستحم. Where's grandmother? أين الجدة؟ She's in the kitchen. في المطبخ. What's she doing? ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ She's cooking. تطبخ. هي تطبخ. Where's grandfather? أين الجد؟ He's in his bedroom. هو في غرفة نومه. He's in his bedroom. أو bedroom. What's he doing? ماذا هو يفعل? He's sleeping. Where's Amal? أين أمال? She's in her bedroom. He's in her bedroom. هي في غرفتها. What's she doing? ماذا هي تفعل? She's playing with toys. هي تلعب بالألعاب. Where's Hala? أين هالة? She's in the living room. هي في غرفة المعيشة. What's she doing? ماذا هي تفعل? She's watching TV. هي تشاهد التلفاز. Activity 3. Say.
Where is dad? أين الأب؟ من الصور الموجودين عندي فوق في activity 1 بدنا نسأل عنهم اللي هو Where is dad? He's in the bathroom. He's in the bathroom. What's he doing? What's he doing? He's having a shower. He's having a shower. وبدي أسأل عن الجدة. هاي عندي الجدة كانت تطبخ. What's اللي هو where is grandmother? Where is grandmother? She is in the kitchen. What's she doing? She is cooking. نسأل عن grandfather. Number four. عندي هنا where is grandfather? أين الجد؟ He is in his bedroom. هو في غرفته. What's he doing? ماذا هو يفعل؟ He is sleeping. هو نائم. نسأل عن mom. Where is mom? She is in the garden. هي في الحديقة. What's she doing? ماذا هي تفعل؟ She is reading a newspaper. هنا نسأل عن أمال. Where is أمال? Where is أمال? أين أمال? She is in her bedroom. هي في غرفتها. What's she doing? ماذا هي تفعل? She's playing with toys. خلينا نسأل عن هالة. Where is هالة? She's in the living room. هي في غرفة المعيشة. What's she doing? ماذا هي تفعل? She's watching TV. هي تشاهد التلفاز. أتمنى من كل واحد فيكم اللي هو يتدرب على هذه الأسئلة، يتدرب كيف يسأل وكيف يجاوب، اللي هو where is that، هو يسأل عن مكان الشخص ويسأل ماذا يفعل الشخص في المكان اللي هو فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.